وقلت اللحم المفروم لازم يتلم شويه ماء. شويه ماء صب شويه ماء تي بون فوالا دوبليش خلطنا مليح اللحم المفروم داكور واو سونساسيون محليها شيف اي دونك لو طون اللي انت تحضر اللحم المفروم غادي كتخلطوا باش نحط السبنيخ اللي احنا كنا سبقنا السادة المشاهدين نعرفوا لذيق الوقت يعني ماذا بينا نحاولوا ماذا بينا بالنسبة لنا احنا لذيق الوقت نحاولوا نعملوا تحضيرات مسبقة قبل باش باش يكونوا الأطباق نتاعنا حاضرين دونك خذينا هذا السبنيخ باش ناخذوا هنا جبن باش نخلي شوية جبن هنا باش ناخذوا الكوتة دونك نخلطو حتى لين هكا معناها سي بون شيف نخلطو مليح مليح باش يدخل البصل والثوم وزدنا حطينا شويه معدنوس هذيك نجيو الجبن نزيدو معدنوس بالنسبه لينا الطاجين باش يكون يعني على تروا كوش باش يكون فيه الالوان دونك خذينا الاولانيه عطينا شويه قوطه وجبن هيك فيها السبنيخ وهذا فيها بعد نص وجبن تو ما بقى لنا كان باش نقسمو دونك نعطيك نقسمو الحمام على ثلاثه على ثلاثه على ثلاثه داكوغ هكا ابوبخي اي حطو هوني شويه دونك شو مازالنا تو قبل ما نخلطو فرد مره مازالنا العظم العظم باش يكون في ثلاثه يعني في التروا بول باش يكون موجود بالنسبة لطريقة التحضير حاولنا بالنسبة للسادة المشاهدين باش نوضحوا لهم اللي الطاجين البي تختلف طريقة العدد نتاعو يعني نحاولوا احنا نجتهدوا ما نحاولوا نوريوا للسادة المشاهدين يعني مش نقولوا اللي طريقة هذه يعني يلزم يتعمل لك كيس ينو ما يحضرش المهم شايف تبدا طريقة سهلة باش الناس الكل تعملها معناها بالطبيعة المهم ما تصعبش علينا برشا شيف المهم النتيجه دونك الحاجه الاولانيه توا في الاثناء باش نخلطوا اللحم مفروم مع الكوتا والعظم كنت حكيت على اللحم مفروم اللي يلزم يتلم بشويه بالماء متاو بالنسبه للفارس لازم تكون متماسكه عند كذا فيها كوتا وجبن تعدي وهذه فرد مرة هذه خلطها مادام عندك لي كون اون اتوندون انا ديجا باش نخلط معناها انا شيف اليوم سبيساليتي نتاعي تخليط تخليط هاكا نهار وقسمه مرة تخليط مرة قليل وقتاش نولي نقلي شيف وقتاش تعطيني لوبسيون نتاع قليل شوية فلفل اكحل الفلاح معناها عندنا جوست فلفل اكحل وملح شويه فلفل اكحل وملح معنيش فوحوا برشا هو شاف الفلاح في رمضان يقلق شويه المعده كي يبدا برشا صحيح معناها. احنا كنا دونك الفوميو نقصوا منه شويه اي كنا حكينا في الحلقات السابقه على الفلاح وماذا بينا ما نفوحوش برشا خاطر على قد ما نمشي نفوح وعلى قد ما من بعد نتقلقوا سيرتو لي انسان صايم نحطوا لي بول نتاعنا لهنا قبل كل شيء نزيدو نخلطو حتى زدنا الملح في الاكحل هوني زاده نخلطو شويه اي تو ما بقى لنا كان باش نستحقو البلاك باش نحطوها في الفور زيت نجمه لكل مراه هكا تحس روحها ستار هكا شويه في الكوجينه معناها كان تستعمل زيت نجمه زيت نجمه خفيف بالقطاني الحشو الاولاني اي باش نفرشوه في الطبق معناها انت باش تعمل 3 كوش فوالا دونك 3 كوش باش كيما خبز الجاتو هكا كوش فوق كوش باش وكذا كوش من هنا باش عادي الكوش الثاني ايه تحط في الفريجيدير يعني حتى تعملوها نهار اخر حتى ما يطيش بالنسبه لينا حتى شيء ما يطيش
هي النسوجات تو سو ترانسفورم. دونك عملنا 3 كوش. 3 كوش. بيان سور باش تجي بنينه. مادام حضرها الشيف مومن كل شيء يجي بنين. دونك توا ما بقى لنا كان باش نحطوه في الفور يطيب. اعزائي المشاهدين ماهيش نغيب عليكم برشا نحط الطاجين يطيب ونتعداو لطبق مويل. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مرة أخرى، نذكركم اللي نحنا في لونتخي شيف عملنا طاجين البي. توا باش نتعداو للبلا برانسيبال. بالطبيعة، دونك بالنسبة لي نحنا في برنامجنا شاوة رمضان، اخترنا لكم دبارة اللي هي طاجين البي، وباش نزيدوه نواصر بالدجاج. باهي شيف، دونك باش نبداو نقولوا على ليزانغريديون تاعنا. باش نبداو في طريقة إعداد الطبق تاعنا. أي. اول حاجه باش نحضروا الصوص نتاع النواصر. خلينا نحكيو شويه على النواصر. متكونه من خضره ودجاج. نحن اليوم شيف باش نعملوها دونك بالدجاج. اللي يحب يعملها باللحم بيان سور ينجم يعملها باللحم. بالطبيعه نخليو كل قدير وقدره. كل قدير وقدره باش ما تكلفش برشا دواره وما ترزمش برشا على المواطن التونسي. المواطن التونسي باهي. باش ناخذوا اول حاجه الدجاج. كنت قلت اللي المنيو يلزم يكون اكليبري. خذينا لونتري الاولانيه اللي هي طاجين البي، خدمناها باللحم مفروم. دونك السويت نحاول نخدموا الدجاج. نبدلوا شويه. نبدلوا شويه شويه. لازم بالدجاج. خذينا الدجاجه حاضره. باش ناخذوا باش نوريو للساده المشاهدين طريقه التقطيع نتاع الدجاج. في الاثنيه هذيا. باش نحطوا شويه زيت. زيت. باهي. حتى لين يسخن الزيت من غاديكا باش نحطوا البصل هاو بحذاك، وانا في الاثنين باش نحاول للساده المشاهدين نوريكم طريقه تقطيع الدجاج. دونك بالنسبه لينا ناخذوا الدجاجه. ناخذوا على جانب هذا، وعندنا بارتي هذا اسمه سوليليس بالبوان تاع الكوتو. باش تعمل عمليه بالبوان تاع الكوتو. هاكا نتحصلوا على فخط الدجاج. نفس العملية نكرروها. دونك نزيدو نحاولوا حتى نجيب لك المغرفة اللي تحرك بها. زي مغرفة. معناتها. في شوية طماطم معجونة. نجم إذا سخنت برشا الصوص بعدها شوية على الغاز باش ما يتحرقش البصل. باش ما تحرقش الطماطم معجونة نتاعنا بالطبيعة. الطماطم معجونة. دونك هذايا توا نعاودو رجعوا على الغاز. نعاودو رجعوا على الغاز. في الأثنين باش نحطوا الدجاج. نجم تمرق بشوية ماء سخون. بشوية ماء سخون. الماء سخون نتاعنا. باه في الأثنين هذايا. باه في الأثنين الصوص نتاعنا زيدها شوية ماء. زيدها شوية ماء. باش ناخذوا شويه الخضره. نعطيك نصيحه زاده بالنسبه لينا برشا زاده يقولوا طماطم معجونه ساعات ناكلوا مقرونه ولا نواصل ولا حاجه جينا طماطم معجونه قارصه شويه. ايه نصيحه الحل موجود. فما شكون يحط سكر. مي نعطيكم نصيحه اخرى، نحطوا سفناريه. بالنسبه لينا سفناريه كي نزيدوها لصوص طومات تنحينا القرصيه الكل. هذه لاستيوس نتاع الشيف نتاعنا. كنت نواصل توا شنو معاها مع كاس البن تصورها تكون كومبليت. البن اما شاف يرزنشي شويه هكا بعد شق الفتر. حطوا حمص. الاثنين عندك وحدك لي زيبيس هذيك. هذه نحيوها بيان سور شيف. حتى نجيبوا لها. تقعدش. باهي. حط لنا شويه فلفل اكحل، شويه كركم. فلفل اكحل. شويه كركم. كركم. شوية ماء كالعادة. كالعادة نزيدوا شوية ماء، وأنا في الأثنية هذيا باش نحاول باش الطماطم تاعنا ما تشدش. إي باش نحاول نزيد الخضرة. نحطوا شوية قرع أخضر. دونك بالنسبة لينا إحنا كنا حاطين القرع باش نزيدوا البطاطا. نعرف الوقت في رمضان، سيرتو في رمضان معليش برشا وقت. تعدى النهار فيسا فيسا. تعدى النهار فيسا فيسا.
احنا نحطوا الخضره كل مع بعضها ما نقلقش، باش نزيدوا باش نختاروا بصله باش نقصوا على اثنين ونحطوهم مع بعض. طب بالنسبه لينا احنا اشنو باش نستحقوا؟ باش نستحقوا نواصل الورده هكا توا، ما تقعدش ما تقعدش تقول شبيه نواصل مخصوصة كعبه كبيره ولا كعبه صغيره. طب بالنسبه لينا احنا انا نواصل حاضره تعمل 66 كيف هكا حتى الروسيت موجود. سهلة هذه تصلح بيا شايفة تصلح بيا. دونك بالنسبة لينا باش نستحقوا نواصل الوردة. دونك الحاجة الأولى باش نستحقوا شوية فلكهل، شوية معنا شوية قرفة، مش برشا شايف باش ما تقلقش المعدة. إي كالعادة شوية ملح، باش نستحق شوية زيت، شوية زيت زيت نواصر نزي هكا شيف سي بون. باش تعطيني شوية كركم وشوية فلفل أحمر، كركم وشوية فلفل أحمر. فلفل أحمر فوالا هكا سي بون. حطينا الفلفل نتاعنا، حطينا الفلفل. علاش قلت لك نفوحوا نواصر؟ دونك بار ديفو في صورة ما إذا وفاتنا الصوص ولا حاجة ديجا اللي حاشنا به يعني وصلنا له. باهي، أون توكا هوني شاف الريحة بدات تخرج. فقت لنا الصوص حضرتهم حضرت. زيد شوية ماء. زيد شوية ماء كالعادة. كالعادة. زيد الماء، زيد الخضرة، زيد الماء، زيد الخضرة. زيد الماء، زيد الدقيق. زيد زيد شوية آخر ماء. فوالا نعبيو الكسرة نتاعنا. لا متعبني الشيف، سي ان بليزيغ شيف. باهي خلطو كالعادة، رجع الكسكس نتاعنا. معناها لازم نستناو حتى الباخ يطلع باش نحطو النواس نتاعنا. باهي كي كنعرفو لي الصوص نتاعنا تغلى. حضرتك أعزائي المشاهدين معليش نتوا عليكم، ما بقى لنا توا كان باش نفوروا نواصل ونسقيوهم. معليش نتوا عليكم انا رشا. مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مره اخرى باش نعملوا الدغيساج نتاع لي بلا نتاعنا. دونك شيف نواصل نتاعنا حطيناها في الصحن نتاعها و ولونتخي عملنا طاجين البي. طاجين البي دونك بالنسبه لي انا خدمتي خدمتها. حضرت لكم انت والمسيو الا سخن الفطر نتاعكم. اي ريت هكا لحمتين تاع راس ورويس شاف هذايا. شربه قلت لي حاضره. شربه تعلمتها شاف سي تعلمتها سهله ما عادش نعملوها. ما عادش نستحقوا باش نعملوا شربه الاكثر يحكينا عليها برشا. شو مازلنا اخر؟ شاف مازال ديسير. اما انا شاف مثلا كي روح تعبه هكا من الخدمه وما عنديش برشا وقت لازم عليا معناها نعمل ديسير. ما يصيرش احنا نزيدوا شويه غله بالنسبه للمنيو نتاعنا نتاع شقان الفطر. نعرفوا سيرتو ال 15 يوم الاخرانيين ما عادش فما وقت نوليو شويه ستريسي على اعصابنا، نخرجوا باش نشري حوايج العيد. دونك بالنسبه لينا نحاولوا نجتهدوا كما كنا قبل، نعملوا منيو ما يكلفش برشا، ما يطلبش برشا وقت، خاطر سيرتو طول الوقت في ال اي سيرتو شاف نجموا نعملوا حتى سلطه غله معناها ما في ساعه في ساعه. فهمت عنا برشا نوع نتاع غله في المخشي ونعملوا غله معناها نقصوها وما تاخذش برشا وقت. ما تاخذش برشا وقت. نزيد نذكر الساده المشاهدين في الاطباق اللي حضرناهم. كنا حضرنا لكم طاجين البي اللي هو متكون من لحم مفروم من السبناخ وزدناه جبن والقوطه. وصحن نواصر. اما خي ما نسينا شيء شيف. نسينا ديسير. ديسير اللي بيه الفايده. دقيقه برك شيف. باهي. باهي دونك انا في الغله كالعاده هبطت المخشي. وجبت بطيخه شيف. يا ودي سير حاضر معنا بطيخ. اي حاجه اخرى شيف الدقله. اي وعندي كيوي وفريز. يا عيني يا عيني. زوز. يا عيني الغله كلها موجوده. الغله كل موجوده شيف. ما بقى لك كان باش تحضر سلاد فروي. اي اللي قلت لك عليها قبيله واللي نحبها برشا برشا برشا. اي دونك بالنسبه لنا المنيو نتاعنا كامل حاضر. ما بقى لنا كامش نقول لكم مرة أخرى شيء طيب شيء طيب.